السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواة الإلكترونيك ومحبين التركيبات الإلكترونية، تشاهدون أمامكم بطاقة إلكترونية توجد أو تتواجد في أغلب الشواحن أو شواحن الهواتف المحمولة. هذه البطاقة فيها عدة مركبات، لكن المركب الذي يهمنا نحن في هذه البطاقة هو هذا المركب باللون الأصفر، وهو عبارة عن محول كهربائي صغير. هذا المحول سنستعمله في تركيب اليوم. هذا المحول يكون على هذا الشكل، أو يحتوي على 6 أقطاب أو 6 أرجل. هنا رجلان، وهنا 2، وهنا 2. من القطب الأول إلى القطب الثاني هو عبارة عن بوبين أو ما يسمى بالملف، ملف كهربائي عبارة عن ملف. ومن 4 إلى 3 هنا ملف، ومن 5 إلى 6 نجد ملف. إذن سنستغل هذه الملفات 3 في تركيبنا اليوم لإنجاز التركيب. نبدأ من هنا. هذا هو المحول. عندما يكون لديك محول كما هو مبين في الصورة، أو ربما مختلف عليه قليلا لتمييز هذه الأقطاب، سنقوم بقياس المقاومة ما بين قطب وقطب. ما بين هذا القطب وهذا القطب نجد 0.6 أوم، وما بين هذا القطب وهذا القطب نجد 6 أوم، وما بين هذا القطب وهذا القطب نجد 1 أوم. هذا القطب الذي نجد فيه 6 أوم هو قطب الذي سنخرج منه في آخر المطاف. إذن هنا كما تلاحظون أوتبوت يعني الخروج، وهذه القيم عبارة عن قيم للمقاومات. إذن نبدأ التركيب حول هذا المحول. في الأول نضيف من هنا مقاومة عبارة عن 3 أو قيمتها 33 أوم، 1/4 واط. هنا لدينا موسفيت ERF Z44N. هذا الموسفيت لديه 3 أرجل كما تعلمون، لكل رجل أو لكل قطب اسم، هنا GDS. لنرى هذا الموسفيت بالتفصيل قبل أن نتمم تركيبنا. هنا GDS. G هي البوابة، D هو المصب، S هو المصدر. إذن هذا هو شكل الموسفيت في الدائرة الإلكترونية. نرجع إلى تركيبنا. كما قلنا نربط المقاومة هنا، والطرف الآخر للمقاومة إلى البوابة، والدي إلى طرف المحول هنا. أما إس فنتركها فارغة حتى نرى ماذا سنقوم بلحمه هنا. كما تلاحظون هنا سندخل بالسلك السالب، وهنا بالسلك الموجب. ما بين هذا السلك وهذا السلك سنربط بطارية صغيرة قيمتها أو فولتيتها 3.7 فولت ما بين هنا وهنا. وكما تلاحظون ربطنا بين هذا الطرف وهذا الطرف بسلك صغير أو بقنطرة صغيرة. إذن لحد الآن التركيب
واضح. وهنا الشيء المهم، يجب أن نضيف هذا الرادياتور أو المبرد، وهو عبارة عن قطعة من الألمنيوم لتبريد هذا المصفت، لتفادي أو كي لا نقوم بتخريب هذا المصفت، لأنه عندما ترتفع حرارته سنقوم بإفساده. إذن لتجنب إفساد هذا المصفت نقوم بإضافة الرادياتور. إذن في نهاية المطاف هنا لدينا المحول، المقاومة، المصفت مزود بمبرد، هنا الطرف إلى السالب، هذا فقط قاطع طيار، وهنا طرف إلى الموجب. إذن هنا نركب في الخارج هنا أو أوتبوت مصباح كهربائي عادي الذي يشتغل على 220 فولت. هنا لدينا فقط 3.7 فولت، هنا 3.7 فولت، ولكن هنا سنستعمل محول 220 فولت. إذا دور هذا التركيب هو تحويل الفولتية الصغيرة إلى فولتية كبيرة. الآن سنمر إلى التجريب. عندما يكون قاطع التيار مفتوح لا يمر كهرباء، إذن المصباح لا يشتغل. هنا قمنا بإغلاق قاطع التيار ونلاحظ أن مصباحنا يشتغل. إذن هذا هو التركيب، وتركيب بسيط جدا، يمكن أن تقوم بتركيبه في المنزل بكل بساطة. هذه القطع متوفرة. بالنسبة لهذا المحول كما قلنا نجده داخل أو داخل شاحن الهاتف المحمول. أرجو أن يكون تركيب اليوم قد نال إعجابكم، وإلى تركيب إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.